في هذه السنة الأولى تاعنا احنا نحاولوا ندخلوا في الصراع ولكن بشروط. الشروط هذه تكلمت عليها من قبل، يعني الفريق لازم يرجع إلى مستوى أحسن، وكذلك من ناحية التعداد لازم ربما النوعية تكون شوية أحسن. ما نش نقول باللي التعداد الحالي ما يقدرش، ولكن لو يتعزز يكون أفضل وأحسن. وكل هذه العوامل، هذه الأمور راح تجعل أن المولودية يكون من الفرق هذه السنة يكون في الصراع. ما هو الشرط أنه يحقق الهدف، ولكن الشرط أن نعمل ما علينا لتحقيقه. احنا نديروا اللي علينا، إلا وصلنا تبارك الله، ما وصلناش هو لازم نقولوا بعاد، نقولوش بعاد على الهدف اللي احنا باغي. ولكن أكيد أن إذا كان هذا المشروع على سنتين أو ثلاثة، نأكد لك أن المولودية من على سنتين ثلاثة راح المشي غير يلعبوا على الألقاب، وراحين يلعبوا يعني الأدوار الأولى في كل في إفريقيا ومحليا وجهويا. ثقة الإدارة شيخ، نشوفوا رئيس بترولي كل مرة يتكلم يقول لك مدية البطاقة البيضاء، ثقة كبيرة في مزيان إيلين، تكليف أم شريف صراحة؟ لا، بكل صراحة الرئيس أعطاني الثقة الكافية ومشكور على ذلك، وأنا نعرف الحدود تاعي. أنا ورقة بيضاء ما نخرجش من الطريق، ورقة بيضاء نعرف وراهم الحدود تاعي، نعرف واش هو العمل تاعي، ونعرف واش هو العمل تاع الإدارة. وحنا رانا يعني في اون اونتونت، متفاهمين على واش انا باغي ندير. ربما لازمنا شويه السرعه في التحويلات اللي لازم تكون على مستوى تسير الفريق. راح ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي نزيد نعزو ونغيروا الشيء اللي ماهوش مليح، والشيء اللي مليح نعاودوا نمشيو به لتحقيق الاهداف اللي استرناها. ولكن ورقة بيضاء ما تعنيش أن المدرب يدير واش يبغي، لا، يدير واش لازم يدير. هذه هي المفهوم تاعي لهذه الثقة. هذه الثقة تاع الفريق كاين أسماء دعموها ولا مناصب لازم ندعموها؟ وعلى حسابك أنا راح نقول لك. لا لا، كاين مناصب ماشي الأسماء. المناصب هي وسط الميدان حقيقة، لازم نتعزز فيه شوية. وإذا لقينا مهاجم مليح يكون أحسن من اللي عندنا اللي راح يجيب الإضافة ربما كذلك، ولكن الشرط الأساسي هو وسط الميدان لازم يكون فيه. صنع ألعاب صنع ألعاب صنع ألعاب ولا مصطفى؟ صنع الألعاب لك ولا وين راح تلقاه؟ يعني بكل صراحة يعني صعيب صعيب. وهو عندك واحد عنده نظرة على الفريق، وعنده نظرة على هو كيفاش أنا حايب أنا الفريق تاعي. لما تكون عندك الإمكانيات تقدر تطبق الشيء اللي راك أنت باغي، ولكن لما الإمكانيات الموجودة ما تسمح لكش باش تحقق أو باش تطبق الشيء اللي أنت راك حابه. لهذا الشيخ نشوف في أوروبا الأندر المدرب هو اللي يرتدب باش يدير الكربون. احنا رانا في الوضع اللي رانا فيه، والوضع هذا نهضر على الوضع تاعنا، نعمل بالشيء اللي موجود، نحاول نوضع الشيء اللي موجود نديره في نظام اللي يناسب إمكانيات الإمكانيات الموجودة. فهم كلامك شيخ باللي الفلسفة تاعك كروية اللي اللي تمشي مع المجموعة، مش المجموعة اللي تمشي مع فلسفة مزيان. نعم نعم، إلى حد الآن هكذا. ولكن لو كان لو عندي وقت، لو كما قلت أنت كان عندي اون كارت بلانش سور دو سيزون تروا سيزون، هذاك الوقت راح نطبق الفريق اللي يمشي مع الفلسفة تاعي أنا. كما راني شايف المولودية لازم تلعب، لأن المولودية عندها لابيل، عندها لمسة خاصة، ولازم نرجع لهذه اللمسة. وبهذا لازم يكون عندك الإمكانيات باش تطبق هذه الأمور. إذا كان ربي كتب لنا يكون عندنا الوقت،
راح اكيد ان نطبقوها. الا ما كانش اللي يجي مورانا ويطبقها. هذا لقاءين مبدئيين وكما قلت لكم 18 قصه تقريبيه نقدر نقولوا في نظره على اغلب اللاعبين الاغلبيه شاركوا في اللقاء الوحيد. هل التشكيله أساسية في المقابلة القادمة اللي مستمرة في ذهنك ولا راح تكون فيها تغييرات مقارنة بالبيع؟ هذه ما نجمش نوضح لك نتكلم لك على هذا الأمر. هذا هذا يخص الأمور الداخلية اللي الفريق من كومبوزيسيون ديكيب نو سافيش با سافيش دون لو جور دو ماتش. ماما كملتو دي ماتش نقدروا نقولوا يزيد تما نقدروا تدفعوا من 3 بوان خسرتوا منهم كيلكو بوان اسونسيال قالكم سي ماتش ديفيسيل اش كنت تسناو من هاد لافاس نقدروا نقولوا البوديوم رغبة تاعنا لو كان مادا بينا احنا نلعبوا البوديوم و اكيد مازال كل سياسي ما يهمش ما يهمش الفرق كل فرق رانا شفنا باللي كل فرق ممكن لما تلعب مع المولوديات تلعب مقابلة السنة يعني الأمر. معروفة احنا الشيء اللي بغينا وهنا الفريق يكون في استعداد واجد يكون محضر كما لازم باش ينجم يدخل في المقابلة هذو في الصراع في المقابلة هذو بكل إمكانياته. إذا كان هذا هو الشيء احنا اللي نوجدوا الفريق باش لما يدخل في هذا الخمس المقابلات اللي بقات انه يكون في احسن ظروف واحسن استعداد. سؤال اخير شيخ صراحه الشيخ يعني عندك فكره على اللاعبين كاع اللاعبين يعني ممكن لاعبين افضل ياخذوا فرصتهم تكون اخر فرصه تحقق بالميركاتو شيخ معناتها في الميركاتو راح يكون حركيه في الميركاتو. لا هذه اخر فرصه لا ممكن تكون حركيه هذه سي دي لون دو في هذا سي دي تيتر دو فيلم لا ديرنيير شانس هذا ماشي في الفوتبول ماشي هكذا. في الفوتبول كاين نبقى خمس مقابلات قبل الميركاتو شوف شوف في الفوتبول ماهوش الماتش اللي يعطيك اللي يدي سو دو جوار سي لونترينمون كي دوني سو دو جوار في التدريب لان كل يوم راهو يدرب معاك على الاقل مرتين في النهار في التدريب يبان اللي قادر واللي ماشي قادر ما استناش انا نهار الماتش باش نقيم اللاعب هاو مليحه وماشي مليحه. التشكيله تندر في التدريبات لي يبان اكثر احسن من صاحبه هذا هو اللي يكون. اذا ماشي هذه ما كانش فيها الدرنيير شانس والتيم شانس ولا لو ديرني فيراج هذه ما كانش في الفوتبول. في الفوتبول كاين تدريب لي يظهر امكانياته في التدريبات ويظهر الرغبه تاعو والاراده تاعو هذا كيكون في التشكيله الاساسيه. وعلى المدرب ان لما يدير التشكيله ان يكون توازن ما بين الخطط ويكون التواصل ما بين اللاعبين باش يكون اللعب يكون اكثر دقه واكثر يعني تكون الكويزيون في اللعب وتكون ان ديسپونيبيليتي بيرمانونت دي جوار. هذا هو الشيء اللي نحوس انا كمدرب. فريق مولوديه وران شيخ المنافس تاعك القادم عندك فكره عليه شيخ نهائيا في المنافس؟ نعم هذا داخل في العمل تاعنا الداخلي احنا دائما هذا باش ما اون با بوبليك دي شوز دي ما تحتاجش انسان يعرف لكن لما تسالني نقول لك نعم هي نقول هي بالهدف تاعهم شيخ يعني نقصك شويه الم الراس زعبيه غير زعبيه من صوت ما انا ما نفكرش بالنسبه للاعب خاص او كفريق. الفريق ما هو وزنه ما هو حجمه ما هي طريقة لعبه وشنية لما يلعب داخل الديار خارج الديار كيفاه يكون كيفاه معود يلعب مع الفرق الكبرى هذا هو الشيء اللي يهمنا احنا اللي باش نقيم الفريق. ما هوش كلمة الجمهور المولودية اللي خرج غاضب جدا بعد مباراة الأربعاء باش يكون حاضر بقوة على يحتاج هو الميساج لكن باش يكون حاضر بقوة في المقابلة تاع المولودية. والله شوف الجمهور تاع المولودية ما كانش احسن من هو احسن جمهور من ما بين في العالم بالك يكون من الجماهير الغفيره والكبيره داخل يدخل في البوديوم تاع لي غران بوبليك تاع لي كلوب. انا لما كنت نلعب ضد المولوديه زمان الجمهور كان يخوفنا لما تلعب في سان جويي ضد المولوديه جمهور عنده دور حقيقي دور ايجابي مع الفريق تاعو
دي فوا حنا نكونوا احسن من المولوديه، ولكن الجمهور تاعو يرجع الفريق في اللعب، وبعض الاحيان سي غراس او بوبليك كو المولوديه سون ليزوت. هذا الدور اللي لازم يقوم به البوبليك، هذا هو الدور البوبليك. الا كان انت بوبليك تاعي تجي ما رانيش مليح، حنا ما فريق ماهوش مليح، وزيد تجي تزيد تكمل عليا، واش هو الدور تاعك؟ هل الدور تاعك حقيقة إيجابي أو مش إيجابي؟ أن ماشي أنت ماراكش معايا غير كي نربح، كي نربح راك معايا تفرح معايا، رانا نفرحوا مع بعض، ولكن لما ما نكونوش ملاح، ممكن ما نكونوش ملاح، هل نستحق أنك تغضب عليا بهذه الطريقة؟ هل إلى هذه الدرجة يعني تنكرني وتنكر الفريق؟ وتحب يعني وتصفر على الفريق وعلى اللاعبين، يعني الى هذه الدرجه راح تتخلى على فريقك؟ لا، نفهم انك تغضب منه، نفهم انك ما عجبكش الحال، نفهم ان الاداء ما راهوش كيما حبيت انت، نفهم ان راك حاب فريقك يكون احسن، هذا مفهوم، ولكن لازم كذلك تفهم ان بعض الوضع وفي بعض الفترات الفريق ما يكونش في حالة، وهذاك في الوقت هذا ثم لي يحتاجك الفريق كجمهور كمساند للفريق في هذاك الوقت. احنا لو الجمهور تاعنا يرجع لنا وترجع الثقة، لازم ترجع الثقة ما بين الفريق والجمهور، لما نكونوا يتفلين والخصم يحس بذلك، الخصم لما يجي يلعب الآن ضد المولودية يقول لهم اكيد تولي زونتين يقولوا لهم زيروهم سواي كومباتي يسيبوا لوغ ماركي الشعب تاعهم يدور عليهم يولي معاكم. يعني هذا كل فرق هذه العقلية عندها، فهل راح نعطيو الحق للناس اللي جيت لعب ضدنا؟ لما احنا ننتقلوا الجمهور ما يصفرش ضد ليكيب تاعو، الجماهير تاع الفرق الاخرى ساند في الفرق تاعها لأنهم يلعبوا ضد المولودية. إحنا الجمهور تاعنا لو يكون معنا حتى في وقت في الظروف اللي ما يجمليها في الظروف الصعبة، والله أكيد في بعض الأحيان والله الزهير تاع الجمهور اللي يساندك والله راح يعطيك قوة لربما ما تتخيلهاش، وهذا الشيء المنتظر من جمهورنا إن شاء الله أنه راح يساندنا بقوة، وأكيد وعلينا إحنا نرجعوا له الخير تاعه ونرجعوا له المساندة تاعه. لازم الفريق في الميدان يكافح ويدير لي. هذا هو الميساج بجو. سؤال أخير عندك أنا سؤال أخير شيخ عندك خلي جواب عليه ولم جاوبش عليه بخصوص الفريق الوطني، الانتفاضة تاعه البارح بسباعية كاملة كنت متوقع حاجة؟ الحمد لله البارح الفريق ظهر بوجه هايل والحمد لله، رد فعل كان في المستوى ويعطيهم الصحة، وإن شاء الله يكملوا في هذا السكة إن شاء الله. بارك الله يعطيك الصحة شيخ. شيخ بسكري، العودة تاعك فريق المولودية جاءت في ظروف جد استثنائية مقارنة بالتجارب السابقة، صراحة كيفاش لقيت الوضع داخل الفريق؟ ما تكون غايب قريب 15 سنة، لأن سنة 2000 من غادرت من الجزائر عندي فرصة وتحب من عمل في مصرعي بالسيطية رجوع، لما رجعنا دائما نكون سعادة، لأن شخصيا فارق لي قيمته كبيرة بالنسبة لي أنا يا شيء معروف لي أنا اللي الشيء اللي أمور لي شنا هنا نفس الأمور اللي يعني تحدثنا مع الأخ مزيان الأمور اللي وضح يا مكامل ظن باللي الفريق كان إعادة النظر في بعض الأمور سواء تقنية أو تسيير الفريق يعني تقنيا كيفاش الأمور لابد تكون، لأن كان الأمور اللي ما كانتش تمشي في السكة الحقيقية. اليوم لاعبين راهم خداو كما نقول لك ميزون بري كونسيونس دابور كما نقول لك الحجم تاع الفريق هذا شنو هو، إمكانية التحمل الفردية اللي لازم تتوظف من الناحية الجماعية، وهذه الأمور من الناحية المعنوية اللاعبين راهم في وضعية حسنة، لابد تتأكد بالنتائج إيجابية اللي باش تخليهم يزيدوا يمشي ويطوروا الإمكانيات تاعهم، هذا هو اللي راه يعني المهمة تاعنا هذه الأولى.
اللي من بعد باش نرضي يعني اولا نفوسنا الانصار تاعنا ما نقولش الانصار ربما الشعب تاعنا المولوديه ما عندهاش انصار عندها شعب او يتبع فيها هذا هو يعني الامور اللي لاحظناهم وان شاء الله رانا نعملوا بجهد كبير باش نعاودوا كما نقولوا كاع البيت تاع موليد الجزائر تعاود تطلبها باللاعبين تاعها بالطاقم الفني بهذه الامور اللي تسمى صراحه شيخ نوعيه اللاعبين تاع اللي في المولوديه النوعيه تاع اللاعبين يعني يقدروا باش الانصار يطمعوا بالفريق هذا على الاقل يكون في البوديوم بالعمل والصرامه بالطبع باش راهم يلعبوا في مولودية الجزائر ما كي يلعبوا هكذاك برك يعني لو نديروا مقارنه يعني فرديا او جماعيا بالنسبه للفرق الاخرى المولودية راهي ما بين احسن الفرق يعني كاين الامور هنا قعدت هي كيما فابريز دو كونسيونس خاصه تاع اللاعبين اللي هما سي لي برينسيبو زاكتور فوق التيران يعني الطاقم الفني يعمل ويسهر على كل صغيره وكبيره من الناحيه التقنيه التكتيكيه البدنيه وخاصه الفنيه اللي باش راح تخلي الفريق يمشي بخطى ثابته ان شاء الله يعني بالنتائج الايجابيه ان شاء الله بارك الله فيك.